هل استطاع نبيه بري أن يقنع وليد جنبلاط بأنه خيار بديل عن ميشيل معوض هو سليمان فرنشي؟ هل أدى السؤال؟ هل أدى الجواب؟ بجواب بكل صراحة ما عندي أي معطى بهالاتجاه، لكون واضح وصادق وشفاف، لأنه طيب. لو في رفض، لو في أي معلومة بأنه هذا النقاش كان بهذا الشكل بهيك اجتماع، ما بظن الأمور بتكون مبنية كمان على واقع سياسي. طيب. كحزب تقدمي اشتراكي، كحزب تقدمي اشتراكي، عندكم رفض لاسم سليمان فرنجية رئيس جمهورية في حال تمت التسوية؟ جاوبت على هذا السؤال. لا ما جاوبتني بشكل مباشر. لا لك نحن قلت في حال تمت التسوية. لا بس نحن ما عم نجاوب على أي اسم مرشح للرئاسة غير مرشحنا اللي عم نصوت له. لا لك ليش؟ وإذا بتلاحظي كلنا سوا كان نواب الحزب أو قيادات الحزب باستثناء رئيس الحزب ما حدا عم بيحكي بموضوع الأسماء على الإطلاق، لأنه أي كلام بموضوع الأسماء سلبا أو إيجابا يفهم كأنه الأمر موقف أو كأنه الأمر قرار أو كأنه الأمر يعني مبني على فعلا قرار عم نعبر عنه، وهذا الأمر منه حاصل حتى هاي اللحظة، لأنه قرارنا الوحيد بما يتعلق بانتخابات الرئاسة إلى الآن انتخاب الأستاذ ميشيل معوض. هلأ صار عدة محطات خلت الناس هيك تطرح عدة علامات استفهام حول موقف وليد جنبلاط، يلي هي قلنا الكلام يلي صدر بمؤتمر الطائف يلي صار باليونسكو، ومن بعد لقاء عين التينة، ومبارح لقاء مع سفير إيران مجتبى أماني، ما هيك كان لافت بأي إطار هذه الزيارة؟ لقاء البروتوكولي أولا اللي بيعمله السفير الجديد، بس يجي أي سفير جديد بيطلب يشوف رئيس الحزب، يعني كان سفير إيران حضرتك كنت موجود باللقاء. نعم أو أي سفير آخر عادة بيطلبوا يشوفوا الشخصيات السياسية. أنت تحدد هذا الموعد؟ الأسبوع الماضي محدد، هو مش أول سفير إيراني بيشوفه الرئيس وليد جنبلاط. يعني طبعا اللقاء كان ودي، ولكن بقدر من الصراحة العالية بالعديد. شو يعني ودي؟ بالعديد شو يعني مفهوم الودي؟ يعني كان في حوار، كان في نقاش حول العديد من الملفات. بتعرفي بهالنوع من اللقاءات في يعني اللياقات الدبلوماسية بتكون حاضرة بطبيعة الحال، الاحترام المتبادل بيكون حاضر. ما تم تناول موضوع الرئاسي؟ لا 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 لا, لا. يعني الوضع الداخلي اللبناني بشكل عام حول الواقع الاقتصادي الاجتماعي اللي عم نعيشه، بعض الأمور اللي عم بيعاني منها اللبنانيين على مستوى الحاجيات العامة، والعديد من الملفات، نقاش حول الوضع الإقليمي، نقاش حول. ما حكيتوا عن الترسيم؟ ملف الترسيم بلا حكى عنه، حكى عنه إنجاز، كان رئيس وليد جنبلاط عنده تصريح من عين التيني تهنئة للرئيس بري وإنجاز هذا. وعطى حق للمسيرات، بس أنا عرفت إنه صار في تنكيت على موضوع. حكاها هيدي ما علنا قال رئيس الحزب مرة موضوع المسيرات، يعني منا، ولكن في جانب أساسي بهذا الملف. بس امبارح صار في كلام عن موضوع المسيرات. في جانب نكتوا مع بعضهم بموضوع المسيرات. في جانب أساسي. بدك تخبرني. أنا وصلت لي. يا بتأكد يا لا. في جانب أساسي بملف الترسيم هو كمان الحرب الأوكرانية الروسية، وهذا كمان أكيد صار في يعني تطرق له وتناول له. لأنه الحاجة للغاز عامل أساسي كمان كان بإنجاز هذا الملف بعد كل هالمفاوضات اللي خاض الرئيس بري على مدى 9 سنوات، والموقف اللبناني الموحد. ونحن مش يعني خارج منطق أنه هناك توازن ردع بين لبنان وإسرائيل. شو قال له السفير الإيراني لوليد جنبلاط لما أثنى الرئيس وليد جنبلاط على جهود الرئيس بري وفعل المسيرات؟ شو جاوب السفير الإيراني؟ لا كان إيجابي على الكلام، يعني خاصة بما يتعلق بدور الرئيس بري. ايش رح تخبرني يعني؟ خبرك جلسة معقولة؟ لا بدك تخبرني هاي اللهفة. لا لا خبرك جلسة معقولة لا.
كأنك كاني معنا بس. يعني مظبوط خبرها أنا. لا ف بالإجمال كان النقاش سياسي ونقاش جدي حول، برجع بقول لك، ملفات الوضع اللبناني، وضع المنطقة، حتى اللي عم بيصير بإيران، حتى اللي عم بيصير بإيران. ورئيس الحزب كان يعني تحدث عن، رغم أنه شأن داخلي إيراني يعني، لكن دائما رئيس الحزب ينصح بأنه يتم التعامل مع التحركات الشعبية سواء بإيران أو بأي دولة، التحركات الشعبية بشكل إيجابي متفهم لتطلعات الناس وتطلعات الشباب والشرائح الشعبية بأي حركة شعبية. وهذا من الجوانب اللي كان فيه يعني صريح طبعا رئيس الحزب فيه. فتحتوا باب مع إيران ومع السفارة الإيرانية لما نزلتوا كوفد، عزيتوا بتفجيرات المرقد في شيراز. هذا موقف تضامني يعني مع ضحايا مع إيران. كل هذه المواقف تزان بالسياسة يعني، لا؟ شوفي، بالمبدأ نحن معنا، إذا بتذكري خليني أرجع لمرحلة حتى الخلاف مع إيران، مرحلة التباين السياسي الكبير بهالعشر سنين 15 سنة، وحتى بظل الصراع العربي الإيراني إذا بدك بهالفترة كلها سوا، رئيس الحزب أكثر من مرة دعا ل حوار عربي إيراني، فترة من الفترات دعا لحوار سعودي إيراني بشكل خاص، لأنه إيران بنهاية المطاف قوة موجودة بالمنطقة وحاضرة وفاعلة، وبالتالي الحوار معها مسألة طبيعية. فما بالك أنت كطرف سياسي بلبنان انك تتواصلي مع سفير دولتها، او وخاصه سفير جديد جاي وطالب يعني يلتقي رئيس الحزب. بالعكس، هذا امر جدا جدا طبيعي، ومش اول مره بنتضامن مع ايران بهيك نوع من الاحداث. تذكري وقت الانفجارات سابقا كمان رحنا وتضمننا، وبهديك الفترة كان التباين أكثر بعد الثورة السورية وإلى آخره. فهي المحطات، بس في كتير خطوات انعملت سواء كان مع حزب الله وسواء كان مع أطراف أخرى، في كتير خطوات انعملت من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي بهذا الموضوع. كل مرة كانوا يقولوا برم وليد جملاط يرجعوا يلاقوه بالوسط. شوف وخليني اقول يعني حتى بهاي اللقاءات اللي هي لها طابع رسمي، لها طابع يعني مثل ما قلت طبيعي انها تحصل مع من سفير جديد اجى على البلد، وبالمبدا وقت اللي عم نحكي عن فكره الحوار، انت اليوم مش يعني اذا قعدتي مع السفير الايراني بيبطل إليك رأيك السياسي اللي هو معروف بالأمور يعني، أو أنه بتتراجعي عن رأيك السياسي، أو أنه بتصير تعبري عن رأي تاني، يعني ما مش صحيح الكلام. أو بتقعدي مع حزب الله ببطل تعبري عن رأيك ومواقفك أنت. اللقاء مع حزب الله كان واضح شو مضمونه من قبلنا، شو الأمور اللي انطرحت، شو اللي طرحها الرئيس وليد جملاط بكل وضوح. حتى ما باللقاء مع سعد السفير الإيراني بالأمس، في أمور انطرحت بكل صراحة. من الموضوع مثلا اللي عم بيصير بإيران، لا أنا بيهمني على الصعيد الداخلي، أكيد مهم اللي بيصير بإيران، بس على الصعيد الداخلي شو صار شيء اكثر من صدقا ما كثير يعني ما كثير البحث كان بالموضوع الداخلي صراحه بتفاصيله ابدا. عم بحكيك بصدق يعني، كان النقاش سياسي، برجع بقول لك اقليمي، جزء منه تاريخي حول العلاقه مع ايران، جزء منه مقارنات بين الوضع من السفير الايراني حول المرحله المقبله. بما يعني مين؟ يعني شكوكه وهواجسه يلي بتضل على طول قائمة، سواء من حزب الله ومن السلاح ومن إيران ومن صدقاً ست سمر ما انبحث بهاي الأمور، ما فات فيها. برجع بقلك الاجتماع بهاي الحدود اللي عم بقلك عنا بالنقاش السياسي، هيدي حدوده.